الله أكبر، تم بعون الله تدمير دبابة. 27/4/2013، تجمع جيش الحر. الله أكبر، انظروا إلى جسمان. الله أكبر، الله أكبر. تجمع جيش الحر في تطبيق تطهير جبر من العصابات الأسدية. الله أكبر. القرب من ساحة العباسيين، تم بعون الله تدمير دبابة. انظروا إلى جسمان. الله أكبر، الله أكبر. 27/4/2013، تم بعون الله تدمير دبابة. الله أكبر.